الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج وحش الشاشة، برنامج سياسي يجيكم كالعادة كل نهار أحد، ولكن الحلقة هذه هي آخر حلقة قبل شهر رمضان وعطلة شهر رمضان، وإن شاء الله نتقابلوا بعد رمضان في سلسلة جديدة من حلقات برنامج وحش الشاشة. وبما أنه الحلقة هذه تتزامن مع ليلة رمضان، إن شاء الله مبروك عليكم، إن شاء الله رمضانكم مبروك، فإنه قررنا حفاظا على مزاجكم وباش تكون الحلقة أخف وألطف أنه تكون حلقة من غير سياسيين وبدون سياسيين. لأول مرة برنامج وحش الشاشة يخصص إحدى حلقاته لضيوف من خارج السياسة ولكن يعرفوا يحكيوا في السياسة، ضيوف نتشرفوا برشا باستضافتهم من الأسماء الكبيرة في الميدان، ميدان التمثيل في تونس. يتربطوا اليوم بزوز أعمال من أهم الأعمال في رمضان باش تبداو تشوفوهم بداية من غد أو من الليلة القادمة أو اللي بعدها، باش تشوفوا زوز أعمال كبيرة في قناة التاسعة أبطالها قدامي. غول الشاشة الممثل الكبير فتحي الهداوي بطل أولاد الغول مسلسل، أهلا وسهلا سيد فتحي، مرحبا بك في وحش الشاشة مرة أخرى. وأيضا بطل سلسلة الجاسوس الممثل الكبير لطفي العبدلي، مرحبا لطفي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا بكم أنتم زوز ضيوف رئيسيين. اليوم باش نحكيو على الأعمال الرمضانية، خاصة الأعمال اللي شاركتوا فيها اللي باش يبداو الناس يشوفوها من غدوة. مسلسل أولاد الغول عمل ضخم 30 حلقة فتحي، أنت البطل نتاعو، مش أنا كهو وغول الشاشة في نفس الوقت، أنت أحد أبطاله. ولطفي العبدلي سلسلة الجاسوس، سلسلة كوميدية لطفي، قديش من حلقة؟ ما بين 17-18، مازلنا ما قررناش. نجموا توصلوا ل20؟ ممكن، واضح هي سلسلة نوصلوا ل20 كان لقينا الريتم به، كان باش نوصلوا ل20 والريتم خايب نوليو نعملوا 18-17 بور غاردي لو ريتم. واضح، بعد في الجزء الثاني من الحلقة باش نستضيفوا ضيوف أخرين، زوز ممثلات باش نشوفوهم مع بعضنا. إذا باش نبدا مع فتحي الهداوي، في نفس الوقت لطفي ينجم يدخل في النقاش، وبعد عندي حوار مطول مع لطفي. فتحي الهداوي، المفروض أنه فتحي الهداوي الاسم الكبير، أغلى ممثل في تونس، أغلى ممثل من حيث الكاشي، وهذا ممكن يعود إلى اسمك وتجربتك وخبرتك وتأثيرك وموهبتك. هل يعني أنك أنت أغنى ممثل في تونس؟ أغنى ممثل هو بحديك عبدالي، لطفي عبدالي أغنى ممثل بدون شك، مش أنت، أنت أغلى كهو في الكاشي. ما نعرفش، ممكن ما عنديش لائحة متاع الكاشيات متاع الزملاء. صحيح لطفي أنت أغنى ممثل، والله ساعة معناها كبش نحكيه فلوس والدنيا سيسير، فما ممثل عنده أكثر فلوس من الآخر، مش نحكيه ممثل ما نقيسوش بالفلوس. فتحي الهداوي مثلا ما يتقاسش بالفلوس جملة، صحيح، أما زاد باش نحكيوا عليه اليوم، أما زاد ما ينقص له شيء ما يزيده شيء اليوم، لا يزيد في قيمة فتحي الهداوي، لأن في العالم العربي ونقولها ما عندناش منه زوز، وأعي ما أقول، معناها فما ماكينات تصنع في دي ستار، وكان جاء فتحي فيها راهو في القمة، وفتحي بظروف البلاد هذه وبما فيها باش نجم تعطيه غول من الغولة الكبار اللي نحن والشعب التونسي والعباد والتاريخ هذا يشهد له، معناها الرجل يستحق يكون أغلى ممثل في تونس، يستحق الخير كله، هي قيمة، يستحق الخير كله. وما كيفش نرجعوا نحكيوا على الفلوس والممثل التونسي شيلزمه ميسلموش، برشا ظلم، بلاد فقيرة بالضبط، هذاك هو سؤالي. انتجات فتحي نورمالمون من أثرياء العالم العربي، هذا هو اللي باش نحكيوا فيه ماديا به، هذا نقول. لكن فتحي اللي ما يعرفوش، فتحي صور برشا فلوس على عبر التاريخ، مليانة صغير، فتحي صور برشا فلوس وما حافظش على فلوسه. فتحي سيتي ان بون فيفون، يعيش يسافر يستدعى اصحابه، خلي يجاوب هو، ليه ما يحسن، ما نعرفه ما يقولهمش. انا مثلا عديت بريود صغيره معاه، معناها في الديبيو نتاعي اكثر من 10 سنين كل يوم معاه في حضنه، في فتحي معاه في داره في درشنو. فتحي يلمنا ممثلين وشعراء وكتاب ومخرجين ونقاد، يلمنا في دي غران ريستوران
يعمل لنا تواول وعشاوات ويخلص ويخلص ويخرج ولا اريد منكم جزاء ولا شكور بس يان بون فيفون فتحي يعيش من قبل تقول له فتحي لم واعمل فلوس وشري دار يقول لك ما يهمنيش عكسك انت عكسي انا نتعارك معه وصلت انا صغير نتعارك معه تذكر فتحي تعارك معه نقول له لم اعمل شري دار اعمل درا شنو يان بون فيفون وذاك علاش انت اغنى ممثل في تونس لانك تستحفظ على الفلوس لا مانيش نستحفظ على تدخر وتقرا حساب غدوه خدمت قطعت روحي قطعت روحي ومشيت ما نكذبش عليك عامل ارتستيك وخدمه برشا مي جي كومبري كو انا سيتو جينيراسيون تاعي اليوم باش تعيش عينيها تحلت تحب معاش تحب تمرميت انا نحب نكون ممثل اليوم فنان زاد شيخ عندي فلوسي عندي داري عندي كرهبي ولا مشيت شويه زاد الكوميرسيال مش السينما ومش التلفزة ردتني لبس عليا خلوا وين ما نشوف خلنا نسأله فتحي فتحي تحس أنت كممثل كبير كممثل عندك تاريخ وراك تاريخ تحس أنه الأجرة تاع الممثل في تونس في قيمته فما ياخذ في اللي يستحق فيه في اللي يستاهله أنت تاخذ في اللي يستحق فيه بطبيعة الحال لا لا أو نقول لك علاش لا لأنه مثلا تأخو بلدان أخرى تلقى مغني كبير اللي يربحوا فلوس تقريبا يعادل ما يربحوا ممثل كبير في تونس بالرغم اللي لطفي كما قال لك بالوان منشو لطفي بالإصرار والمعاودة وكذا كان جاي مكتفي بالمسلسلات كان جاي مكتفي بالمسلسلات تكون إمكانياته ربما أقل إنما كتقارن أنت مثلا تأخذ المطربين أو لاعبي كرة القدم في بلاد كيما تونس طبعا لا نسبة ولا مناسبة فما تفاوت تفاوت كبير تفاوت بين الجوار والممثل بطبيعة الحال بين الجوار والممثل بين المغني والممثل نحكي لك على المغنيين معروفين ناجحين والممثلين ثلاثة معروفين ثلاثة أربعة أسامي نعم ثلاثة أربعة أسامي هو في الحالات الكل ثلاثة أربعة أسامي هنا ثلاثة أربعة أسامي هنا ثلاثة أربعة أسامي هنا التوازن هذا اللي مسؤول عليه هو الدولة ما ينجمش مايكل جاكسون يعمل شيفر دافير أكثر من روبرت دونيرو ما نجمش ما تجيش ما نجمش جوني هاليدي يعمل شيفر دافير أكثر من ألان دولون في التوازن ما نجمش كوارجي الفلاني يعمل أكثر من طالب في بالمساواة مع الكوارجية مش المساواة مش المساواة هي نوع من الـ من الـ التوازن اللي لازم يصير في المجتمع لأنه ماذا يفعل لاعب كرة القدم صحيح شنو اللي يعطي في أمريكا مثلا فتحي يبدأ المنشط يسأل في ممثل وجوار يبدأوا ثلاثة فرد نيفو في الفلوس طبعا 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 إذا نسحبوا الموضوع حتى على المنشطي نجم ندخل شوية تصليح فتحي اليوم ما فماش سوق تاع التلفزة بتاع سينما غابش قولك علاش على خاطر السوق متاع التلفزة والسينما تخلقت في بلدان عندهم أكثر من 50 و100 مليون ساكن معناها مصر علاش اليوم ناجحة مش على خاطر يحبوا السينما أكثر منها الشعب على خاطر فما 100 ولا 150 مليون من سوق سوق دونك انت كتابت فيلم صرف عليه 6-7 مليار دويت ولا 10 ترجع لا فما 400 مليون العالم العربي الكل شنو في الأعمال المصرية تمشي للعالم العربي الكل أي أبارسادة ما هو سوق كبر أي. واللغة تحفظت وتسمعت ولغتهم أسهل من لغتنا لغتنا ما تتباعش في بالك في مصر ولا في العالم العربي كي نتكلموا ما يفهمونيش يظهر لهم بربر لغتنا صعيبة عليهم لغتنا صعيبة دي مليون ما يعملوش سوق متاع سينما ما يعملوش سوق مثلا باش نقولك مثلا اليوم ناخذوا حليب بكو حليب ما هو باش نحن نمولوا به ليميسيون تاعك ولا نمول ولا طرف مقرونه باش نمولوا بها فيلم ولا باش نمولوا بها مسلسل المقرونه اللي تبيع ال 100 مليون عندها بيجي اكثر باش تعطيهم لك ليك انت والمقرونه اللي تبيع ال 10 ملايين عندها بيجي بتاع 10 ملايين باش تعطيهم لك ليك انت دونك هذا مربوط بالسوق اللي يحكي عليهم عندهم فلوس في تونس عندهم سوق اخر ما هو سوق التلفزه وسوق السينما الجمهور اني انا جوار عندي جمهور نبيع له يدخل في فلوس انا مغني عندي مهرجانات انا وان منشو ليه مش سبونسور ماناش بسبونسور اي جوارات زاد يدخل في لي سبونسور معناها عندي جمهور يخرج لي كاين مرشي انا هابط ما يكفيش ما يكفيش مداخيل تاع الملاعب ما تكفيش هذا اللي يخلي مثلا نحن عندنا فلوس اكثر من اللي يعيش من التلفزه والسينما كاهو تو سامبلومون فما جانب اخر يا سمير لو سمحت فما جانب
كونه طبعا الكلام تاع انك انت تشتغل في بلاد فيها 100 مليون عندك امكانيات اكثر وعندك سبونسورينغ اكثر وعندك جمهور اكثر اخره، لكن التجربه هذه زاد فهمنا حدودها بالتجربه الدراميه السوريه اللي تفتحت على العالم العربي لاعتبارات عديده وصارت تتوجه ليس فقط لل 24 مليون ولا 22 مليون سوري انما للعالم العربي الكل. فاحنا باش نتخلصوا من ان نحن في بلاد صغيره وجمهور صغير لازم نفتحوا. خلينا نحصروا الحكايه، دونك فتح الهداوي ماهوش قاعد ياخذ في حقه وفي حق اسمه حتى حد وفي حق تجربته وتاريخه، حتى حد ما قاعد ياخذ في حقه وفي حق اسمه وتجربته وتاريخه بدءا بك انت وصولا للطفي وانا والمغنيين والموسيقيين والملحنين والكتاب وكل. علاش؟ لانه عندنا معضله في تونس هي حقوق التاليف والملكيه صحيح. الفكريه صحيح. يعني تو انا مثلا عملت بعض مسلسلات، لطفي عمل بعض مسلسلات اللي تعداوا من التسعينات عملناهم تعداوا 50 60 مره. من المفروض كيما في الاذاعات تخلص عليهم بيان سور، كيما في الاذاعات انك تعدي غناء نتاع الناس. يعني مثلا حد كيما عدنان الشواشي، عبد الوهاب الحناشي، لطفي بوشناق، سلاح مصباح وكل الى اخره، يعني وانا نسيت برشا على سبيل وصابر وكل. اذا كان جات امورنا واضحه فيما يخص حقوق التاليف والملكيه الفكريه راهم دي مليونير، راهو الناس لاباس عليها صحيح. وهذا هو مربط الخيل. احنا المشكله ماهيش منافسه ما بين شكون يصور اكثر فلوس. هل عادي انه فتحي الهداوي النجم الاول في التمثيل والفنان الكبير، يعني مثلا حتى كان باش ندخل في خصوصياتك، ما عندوش دار ملك، يعيش بالكراء، ما عندوش كهرباء باهية، هل عادي بعد السنوات هذه الكل في التمثيل وفي الواجهة وفي المرتبة الأولى وفي الصدارة وفي عادي البطولات؟ هذا تعبير على الواقع، هذاك هو نعيشه بالقداء الحمد لله، إنما مش في وارد أنه ولو أنه موضوع الفلوس هذا كله. ونحن والله شوية أنا نخجل من الموضوع هذا لأنه فما ناس تتفرجوا فينا يعانيوا الأمرين كل يوم، وإحنا نحكيه شكون يصور أكثر شكون يعمل أكثر. أنا المشكل متاعي هو مشكل يخص ترتيب أمور المهنة ذي في تونس. فالمشكل متاعي أنا نتوجه به للمسؤولين، للدولة، للحضارة التونسية، للمدنية التونسية، أنه لا يعقل لعام 2021 مازلنا مناش أمورنا مش واضحة فيما يخص حقوق التأليف والملكية الفكرية وما ينجروا عن ذلك. لا أجابني على قد سؤالي زاد. تفضل. سألتك مش معقول أنت تعيش في الوضع هذا وأنت أكبر ممثل، ما لا غيرك كيفاش يعيش؟ هذا هو طبعا. أنا عندي زملاء، عندي زملاء ممثلين وممثلات ما شاء الله عليهم، حضورهم والله محترفين حرفيين حلوين برشا، إنما في بعض الأحيان يحلو باش يخلص الكراء. يعيشوا في الاحتياج. نعم يعيشوا في الاحتياج طبعا. انت كان ما تخدمش دو سيزون موسمين تنجم تعيش في الاحتياج زاد. بيان سور كلنا مهدين بهذا. اذا ما خدمتش زوز مواسم على بعضها تنجم تعيش. احنا نعيشوا من عملنا. لكن انا قلبي على الناس اللي انا نعرفهم واللي نعيش معاهم واللي نشوفهم ونعرف وضعيتهم الماديه، وهما ممثلين ممتازين وعندهم موهبه كبيره وعندهم حضور جماهيري كبير، انما كما قلت لك يحلوا في مكتب الاولاد، يحلوا في تذكره الضوء، يحلوا في الفاتوره تاع الماء في بعض الاحيان. في بعض الاحيان معرضين لكل. نجم توحل في فاتوره الضوء؟ بيان سور في بعض الاحيان توحل، مال شنو اذا ما عندكش مدخول. لك احنا عندنا مفارقه عجيبه، مش قد سقاقد النعمه، انت تخدم ممثل ومعروف ك اون بوبليك، انت اون بوبليك، ما تنجمش تتصرف بطريقه انك فقير الحال راس الهندام حتى على عين الناس، فبعض الاحيان تخلي شويه هكا ظواهر الاشياء تخليها زعما سوانيي شوي، اما الواقع صعيب. اجرك على الناس الكل. اي اجرك اللي تستحقه الحقيقي قديش نجم يكون؟ الأجر الحقيقي مش اللي تاخذ فيه اللي قلت هو أقل من قيمتك. الأجر الحقيقي دائما هاني قلت لك أنا إذا كان جينا على كل إعادة قديش يلزمه يخلص فتحي لطفي العبدلي معناها فتحي المفروض ممثل في الحجم هذا فتحي نحكي معك معناها ما غلاش عليهم وعمل لهم سوم يلزموا مثلا مسلسل ب 30 حلقة ماخو 600 مليون 600 مليون كاش 600 مليون كاش واضح في مسلسل ب 600 30 حلقه 15 حلقه ياخذ عليهم مثلا 300 250 تفهم فيا ولا هذا فتح هذا الصدر. هذا نورمالمون اش حقه يخدم معناها فتحي نورمالمون في العام ب معناها بهكا بمكانته
ومش في بلاد غنية. راه نحكي لك في تونس يزمو مثلا في العام عنده 3 مليار دوات في كاستو من حقوق التأليف، حقوق درشنوة، حقوق الفنان، زوز ثلاثة مسلسلات فيلم ودي دروا. ما يعملش حتى 10% منهم في العام. أي طبعا طبعا. بعيد الأرقام هذه يعني. بعيد الأرقام، أرقام هذا باش نقوله مثلا فتحي وبعض الممثلين أقل من فتحي يزم يعيشوا في النيفو ذاك. فهمتني؟ البرة ماهيش مش من البرة ياخذوها في فيلم. البرة ذوما 3 مليار دوات نحكي لك عليهم ياخذوهم في فيلم. وأقل درجة من فتحي في التمثيل وفي الحضور في الدنيا الكل وفي الثقافة زادة. خاطر مهم ممثل هكا مثقف وزاد سي امبورتون يعطي ونجم شباك. لا يعطي بنجم شباك بيان سور. فتحي اليوم كي تقول فتحي الداوي في مسلسل ولا في فيلم معناها العباد يضمن زمان زمان يضمن نسبه مشاهده. اي هو راه فماش برشا في قول لك حاجه في تونس اليوم ممثلين نجم الشباك هما يعيشوا في تونس مش وليداتنا اللي خرجوا البر ما يتحسبوش ما يد هذه ما فماش نجم الشباك بالحق راه مش يا محلاوي يحبوا العباد مش نحكي لك حب نجم الشباك حقيقه فما زوز ولا ثلاث زوز ولا ثلاث زوز ولا ثلاث نجم الشباك حقيقه معناها تحط له منهم لطفي العباد انا نجم الشباك لا شكون الاخر الثالث لمين نهدي كان ما عادش الحقيقه ترى فيه نجم الشباك انت اليوم مو براغماتيزم نحكيو ارقام رانا قاعدين مانيش نحكيو شكون خير مش معناها انا خير من لامين ولا هو خير لا مانيش قاعدين نقارنوا بشكون شكون اليوم نجم الشباك قاعدين نحكيو فاتورات وارقام علاش لامين ما عادش حسب رأيك ما عادش اليوم لامين خاطر ما جابش مسرحيه جديده نجحت ضربه هذاك هو اليوم السوق هذايا جديد تاعها القديم رماه انا غدوه ما عندي مسرحيه طايحه ولا ما خدمتش ولا اليوم ما عادش نجم الشباك راه مش نجم الشباك افيرك اليوم كي جوار بالضبط تريد جوار تاع الكره جوار تاع الكره يفرج من بعد مثلا عامين ثلاث سنين ما يستحضرش على روحه وما يجددش وما يقعدش ما عادش يفرج في كل بلاد معناها لمين خايب لمين اسطوره على روحه ويقعد ما يتمسش في مكانته مانيش نحكي على امكانياته ولكنه انتهي تقول ما قلتش انتهي اليوم ما عندوش برودوي يخليه يكون نجم الشباك ينجم عام جاي واللي بعده يدخل ببرودوي يفتق فهمتي شنو نقصد موافق وفتحي موافق لطفي العبدلي حول رايه في لمين نهدي حول نجوم الشباك لمين عملنا مسرحية عرب ووقت ذر اللي عنده باليت محلولة يعني لحد مسرحية عرب كانوا الناس كل يعتقدوا اللي هو ممثل كوميدي فقط وكنت أنا حبيت اللي لمين يمشي في بما أنه اكتشف أنه فما إمكانيات أخرى في شخصيته في طريقة العمل متاعه حبيته يعدد كان ما يقعدش مرتبط بالكوميديا فقط انما هو قعد عمل بسردوك الريش وعمل بكي وزكي بكي وزكي الى اخره اما انا كنت نتمنى دائما وربما راهو في عمر لامين توا في التجربه نتاعو وفي حتى شكله كبر وكل تريزنتريس وجهه يعني من المفروض حد كيما لامين يرتاح يكتبوا له مال يكتبوا له ادوار فيها الكونتر امبلوا باش يعطيوها مجالات جديدة فسح جديدة اللي جربناها في عرب ونجحت واضح وكان مميز مادام نجبدنا سكرنا موضوع الفلوس الناس ماخذة فكرة أخرى على الفنان على الممثل وعلى الفنان وعلى المغني أنه يعيش حياة ماجنة حياة مستهترة أنه مستهتر أنه طائش أنه نسونجي أنه الفلوس ماشية في هذا يتوجه به العبدلي اللي كنت بالذات العبدلي نوع آخر أو بالأحرى توجه به اللي كنت أنا اتهمني باللي تحبره بالعكس فتحي الهداوي في وقت من الأوقات كنت معبود النساء في فترة كبيرة كنت معبود النساء كنت أكثر ممثل معجبين به نساء أكثر ممثل عنده جمهور أنثوي كنت معناها توا ما عادش لا مازال أما مش بالدرجة هذيك مازال الناس كل يقعد ممثل كبير سي فتحي الهداوي مسك في خاطر من الاول ضرب لك برستيج نتاع ما عندكش فلوس حتى شخصيتك هذيك تعديت يا فتحي ما عندكش فلوس وما عندكش دار مالك ما يسالش قلنا سافا توا دخلك في البرستيج الدخلاني معناها كنت يحبوك نساء وما عادش وين السؤال؟ فتحي وين السؤال؟ وين السؤال؟ كان معبود الجماهير كان معبود النساء كان النموذج فارس الاحلام كانوا معجبين بيك عاديين وفنانين وفنانات وكذا كنت هكا فتحي عندك تاريخ نتاع
الناس ماخذة فكرة أنك نسوانجي، حتى أنه مسلسل سيد الريم وقت لعبت فيه الدورة ذاك الناس قارنوا بينك وبين دورك في المسلسل. وين السؤال؟ هذا هو السؤال، مش مفهوم تعليق. نحب تعليق مش إجابة سي فتح. تعليق على شنو؟ تعليق على كلام هو يبربش فيك يسخيلك كالسياسيين اللي قاعد معاهم يرمي له كلمة كي والآخر يسخن ويبدأ يلاه ويحب يوضح باسك الآخر يلدي كل دي كونتارون انت تنبادو كونتارون. سمير يشوف يروحه من خلال يان يعمل في بروجيكشن، هو يحبوه المعجبات وكل وبشي يطمئن يقول لك ما عنديش نفس السيت نتاعك انت والكاريير نتاعك انت وال السيت ويب ونفس السيت ويب السيت السيت ما عنديش نفس ال خلاص اذا كانوا عادي لو سؤال ماهوش محرج معناها شوف شوفني محرج شوف 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 حشمت خلي جاوب ربي خلي جاوب شوفني محرج ما نسالش حطها في راسي انا خلي جاوب خلي جاوب خلي جاوب نعرف هو خويا الكبير وما ينجمش يجاوب على السؤال هذا حطيته ما بين سسمه القدومه والواحد كان باش يقول لي عندي برشا نساء معجبين بيا لا ما قلتش معجبين انا قلت كان باش يقول عندي برشا خاصه ومازلت نسوانجي راجل معرس ورايض وصغار والدنيا كان باش يقول لا كيفش يقول ما عنديش درا شنو نحن المعارسين متوازنين تبكي على همك انت لا ما نحبش ما تلزنيش باش نتكلم لز جاوب على السؤال كوريكتومو تكلم تفضل ونبداو قدري معنا انا فهمت السؤال شنو احنا اصحاب في الدنيا نعرف ايش اعطيه سؤال ما اعطانيش سؤال هو اعطيني فيه انطباعات السؤال شنو رايك في كلامي ها سؤال شنو تعليق مش غلط بالكل ومش ومش صادق ومش صحيح بالكل بين فما جوانب اي وفما جوانب لا اللي هما الصحاح والصحيح والغلط في السفر انه عندي معجبات ما اعتقدش كان من الجنس الانثوي فقط وانما معجبين بصفه عامه صغار وكبار واللي انا فخور به تنجم تقول انه يحبوني الصغار بالكل اطفال وانت ماشي حتى للشيوخ ومنهم والدتك ربي فضلها وفرحت برشا اللي شوف يد من كورونا يعيشك والله يرحم خالتك الله غالب هذيك الله يرحمها دونك جبت لي والدتي باش تغلبني ونقص لا والله ما كانت معي في التليفون قبيله اي ايش مش عيب انه فنان يكون عنده معجبات كبار ما تحرج منها معجبات ومعجبين كبار وصغار كبير وصغير ويتباع الحصير ولاباس يعني كنت فارس احلام سؤالك نتاع كنت فارس احلام النساء سؤالك نتاع منشط مكبوت كيفاش تخليها هذيا ولا زلت كيفاش تخليها هذيا كيفاش في الميسيون نتاعك انا هي سؤالك نتاع منشط مكبوت خليها بيان سور خليها لان بعد لازم نكملوا نحكي فوالا لا لا سديت له نسوانجي سي نورمال اخي انت جاي لهنا كونترول سي اون فيديت جاي متفقد انت الحصه ولا شنو معناتها وانا نحكي مع الراجل وانت تقص وتراقب وتعطي رايك في السؤال وفي الجواب وفي كذا خلينا يا خويا تو نرجعوا لك انت ماكش ناقص من الناحيه ذي تو نرجعوا شنو انا مش ناقص يعني عادي انه نسالوا ممثل كان فارس احلام النساء في تونس فارس احلام النساء وتو قال لتو هكا هو فات الحكايه هكا قالها قديش عمرك تو فات 60 وصلت 60 سنه اقل تحبش تقول على عمرك علاه مولود في 9 ديسمبر 61 واضح ما نعرفش معناتها علاش تتحرج من الجانب هذايا في حياتك وفي شخصيتك انا هو جانب الجانب هذا نتاع انك معبود النساء انك فارس تتحرج من انه عنده معجبين لا بالعكس حاجه هي لانه علاش اي احنا لوش نخدموا باش يحبونا الناس وباش يصدقونا الناس من خلال شخصيات نقوموا بهم ما عندوش حتى علاقه بالجانب الشخصي ما عشتش حياه مستهتره حياه ماجنه حياه كيف مهما نكون عشت حياة ماجنة مش أكثر منك أنت أكيد يعني لا نسأل فيك أنت توا توا باش تقعد هنا الريفيرونس تاعك أنت قريب تتوفى ولتوا مازلت ربي ما هداكش على القليلة هو عمل مرحلة تك وتعال جايب معاك محامي أنا قدامه هو نظر قديس هذا كركارة تاع الواحد عرفتك اللي تهز يا لطش بعد يحل الشبكة يلقى سردينة يا لطفي يا لطفي ايش تقول خويا مش ندوروا على بعضنا مش ندوروا على بعضنا انا راهو عندي ريفيرونس الوحيده مش انت وكلامك خلي جاوب الراجل انا الريفيرونس تاعي علي اي واضح علي انا اي حاجه عندي تسجيل تاع علي يهبط انا في مروي اي حاجه علي اسال علي جبتها روحك احنا ساكتين قاعدين جبتها روحك سامي شنو نعمل بدو جايب والله جبتها روحي
والله تحب تهاجمني انا قدام العبدل مش مشكل خويا هذاك راهو رباني هذاك والله رباني قسما هذا من ربي حسه قاعده نتاع اصحاب برا مش يا انت قلنا لك راهو خويا رباني لعبيت ما يعرفوش هذاك خويا تحسها القاعده هذه تحسها قاعده نتاع اصحاب ويصوروا فينا بسر اصحاب بيان مش يعديونا في التلفزه واحنا قاعدين نورمال ما هذيك اللي يحبوه العباد راهو الصدق هذا انا سالتك سؤال هل عشت حياه ربي جاوب حياه فتحي بجاه ربي هل عشت حياه ماجنه ومستهتره والا رغم هذا الكل كنت إنسان حافظت على الاستقامة والانتظام أنا مستقيم للإنذبات. وكنت مستقيم ومنضبط ولازلت متقلق أنت من الجواب مرته السورية اللي خذاها استويته شد ثنية معاش يبوش قبلها لا قبلها خويا دونجوان مسيب من البلاد لبلاد ومن العالم لعالم فلا. الرجل ذاي خويا ما يعرفوش روصل خدم في من اكبر المسارح في 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 باريس كي تخدم فيه اشتر لي زاكتريس دو 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 لا فرانكوفوني بداو مضروبين فيك ساعه هذا يخدم مع اسمه الله يرحمه سوتيغي في لو غران تياتر بوف دي نور تاع اسمه لو غران بيتر بروك كيما نعرفش كل يوم نقولوا روبرت دينيرو اوليفر ستون ما نعرفش مارادونا نتاع المسرح تفهم فيا ولا هو كان موجود كفنان معناها العالم العربي والدنيا يحسد فتحي ذي ما ثمنوش الاعلام نتاعنا علاش نتكلم انا في بلاصتهم ما نجمش هو يغزر يقول مثلا انا خدمت مع بيتر بروك في مسرح بيتر بروك تعرفش معناها تخدم في مسرح بيتر بروك اعطيني اقوى كيب تاع كوره توا اليوم في العالم ريفيرونس برشلونه ولا برشلونه عيطتك خويا ويراني فيك زيدان وانت تخدم غاديك وصل للنيفو وصل للنيفو ما فماش بيتر بروك واضح وصل للقمه هذا اللي ثمنوهش الاعلام القمه سي عبد اللي كذلك كان اقعدوا اشكروا بعضكم كان متهور وانا نتفرج كان متهور كركاره كان زاد حاله ما. كان متهور متهور مستهتر مستهتر مسيب معنا مع شهر مقطع السلاسل ظاهر فيكم مع بعضكم وقت اللي تزوج سبحان الله سبحان هز عبد وحط عبد ورجع الفضل لمدام عبد اللي مراه فاضله و الزوج معناها متزوجين منضبطين ملتزمين مستقيمين جاب ربي جيت نعرف مش نشجعوا فيك احنا باش تتزوج باش نصحوك باش تلم سقيك وقيت وايش نقول كان باش تاخذ امراه باش تقعد تلعب قاعدين في برنامج تلفزي راهي علاش تتذكر ما في برنامج قاعدين تلم سقيك وتلم سويقاتك وتلم لم روحك انت خلينا نكملوا يا ولدي خلينا نكملوا انت زاد اوزن خويا ولم سقيك وقيت ننصحوا فيك راهو ننصحوا فيك ويزمك البراسليات والمناقل الغاليين خليني خليني جيب المراه كنسترو برا خويا خلينا نسالوا فك نستروك لا يعيروك فتحي الممثل التونسي في العاده والممثلين التوانسه الممثلات ديما الوجهة نتاعهم الثانية بعد تونس هي مصر أنا برشا ممثلات مشاو لمصر وجهة فتحي الهداوي كانت سوريا مش مصر أول ما سافر باش يخدم البرة وباش يعمل في أعمال عربية ما مشاش لمصر مشى لسوريا مالغري كو مصر كانت تعتبر هوليود الشرق ولا زال حتى سوريا ما مشيتش بنية أني معناتها ما عنديش مخطط نتاع إيه كارير ولكن خدمت الظروف الشخصية شاءت أني تربطني علاقات ودية مع الناس اللي صاروا فيما بعد منتجين ومخرجين وطلبوا مني باش نتعاونوا وتعاوننا وعملنا حاجات علاش ما كانتش مصر؟ عندك موقف من لا ما عنديش موقف السينما المصرية ومن أنا حتى كان لاحظت سمير راهو كي نمشي كي نعمل المسلسلات العربية عمري ما عملت مسلسلات باللهجات أنا بالعربية الفصحى بالعربية الفصحى ولا باللغات الأخرى معناها ولكن فتحي الهداوي قريت لك برشا تصريحات فما شوية احتقار للسينما المصرية للمسلسلات المصرية فما شوية معناتها مش احتقار أنا ضد حاجة اسمها ريبوتاسيون سور فيت يعني نجيو نقرروا انه كيما حتى في تونس عندنا المشكله ذي مثلا نجيو نقرروا انه الفيلم الفلاني لم ياتي به الزمان ولا المسلسل الفلاني لم ياتي به الزمان هي الامور نسبيه انا نحب دائما ننسب الموضوع لو كان جينا شفنا حاجات قويه وثاقبه في الاعمال المصريه رانا قلناه لحد الان ولكن رغم إلى حد الآن شنو؟ لحد الآن مازال متعثر يعني والدليل على ذلك أنه مثلا في الاعتراف الدولي الكبير اللي خذاو الصحفة الذهبية في كان هو أكثر حاجة تعبر على أنك وصلت كان هو كان شكون خذا الصحفة الذهبية في العرب بالكل على كل حال هو محمد الأخضر حامين
من الجزائر جزائري. وعبد اللطيف كيشيش من تونس وهذا عنده معنى بلي غرو فيستيفال دو موند راهو الحقيقه انه سقطت السينما المصريه لا ما سقطتش الامل مازال ما وصلتش ليفو تو راهو هو شنو رايك في نجاح يحكي على السينما محمد راهو اتونسيون لي جون نو فون با لا ديفيرونس فما سينما اللي مبور بها الشعب التونسي ويعرفها فما سينما المؤلف والسينما السينما هذيك الكل سينما تجاريه هذيك لا يقاس بها في مصر مازالت كان هذيك الفني السينما لا فما جيل جديد صار جيل جديد قاعد يحارب مسكين ومشكلتهم في مصر حكيت معهم برشا يمشي بدا يعمل في السينما المؤلف ومن بعدك السينما التجاريه هذيك باش يلقى منتج باش يلقى من يبدا يبدلوا حتى لين يجرهم للسينما التجاريه وتذيع نحن ما ذاعتش السينما المؤلف نتاعنا على خاطر مع الناس سينما تجاريه جمله واحده جمله بالحمله واضح فتحي مثلا الظاهره المصريه الفينومين محمد رمضان اللي مكسر الدنيا في مصر نجم شباك افلامه ارقام قياسيه اعلى اجره على الاطلاق في السينما وفي التلفزه المصريه هو الاعلى اجرا بملايين الدولارات يعيش في بذخ عالمي نتاع دي ستار معناتها عالميين لين ولا يغني وزاد في الغناء عمل جمهور يعني فينومين غريب في مصر تعتبره ممثل معناه كان يحكي عليه لطفي لانه رمضان ولا غيره يتوجهوا محمد رمضان ولا غيره يتوجهوا اولا لقاعده جماهيريه كبيره موضوعيه اللي هي 100 مليون ثم بالتالي بما انه مصر موجوده حاضره في العالم العربي الكل فانه ال 100 مليون يوليو 300 مليون بالتالي تكون شنو رايك فيه كممثل؟ كيكه وبر مسكينه كيكه وبر يعني يحاول هو يعمل حاجات برشا يحاولوا وين وصل وين يوصل وكعمل انجح تجربه للممثلات التونسيات في مصر انا هي ممثلات تونسيات اللي موجودين في مصر شكون منهم؟ فريا القراجة، درة زروق، هند صبري هند أكيد هند عملت درة زروق درة عملت دور بتاع المسجون في السجن ذاك كان عنده نكهة خاصة شوف في مصر كي تحكي مع النقاد المصريين في مصر كي تحكي مع النقاد المصريين اللي يفهموا في السينما اللي خالته يوسف شاهين وخالته نوري بوزيد وخالته لي غران دو واحد وخالته الكتاب معناها ناقد حقيقي تسالوا هما يفرقوا برشا راهو غادي زاد ذكيين تقول له مثلا هند صبري ريفيرونس يقول لك ممثله تسالوا على نوعيه اخرين درة زروق يقول لك نجمه بيه ما كملش رايه في درة زروق معناها نجمه وممثله اي نعرف نجمه تجاري اكثر من فني دور عملت ذيك نتاع السجين ايش عندنا فيش عملت تقييمك لتجربتها في مصر معناها شنو اضافت لها مصر شنو اضافت هي انا قلت كان قاعده في تونس خير ولا ما نعرفش كان قاعده وين خير مي توت فاسون هاك تعمل حكايات مش كان قاعده شبيك شبيك معناتها الكلام صعيب عليك تحكي عليها ما تلقاش كلام ما نحبش نقيم انا بصفه عامه ما نحبش نقيم ما تضرنيش تقييمك سلبي خاطر ما تحبش تقوله وكهو اي معناتها بون كممثلة ما نعرفش كنجمة قالك نجمة اوكي كممثلة صبع. فما نقاش بيان سور بيان سور انا قلت لك انا الدور اللي شفته ماهيش مقنعة ما نعرفش ما شفتلهاش برشا حاجات من شوية اللي شفته بون هكا تحاول هكا ولكن هند صبري معناها كونفيرمي كونفيرمي في مصر في مصر مصر مش مقياس مقياس نسبي هاي مش كونفيرمي في النجاح في مصر في مش مقياس هاي مش كونفيرمي هند صبري على خدمتها متواضعة برشا في تونس من الفيلم المسلسل تاع سامي شو اسمه مكتوب وبعض الأفلام تاع كذا كان متواضع الأداء متواضع مالا شنو سر نجاحها في مصر عملت وليت نجمة أولى نجمة شبه عملت حاجات باهين سوف كل كيما قلت لك الممثل التونسي باش يعمل حاجه باهيه وحاجه اخرى باهيه يحبوا في تونس يحبوا بيناتهم 10 سنين واضح خاطر عملت مع نوري بوزيد فيلم وعملت في دور حلو برشا معناها الا في كلك بو رول في تونس سي فري كو تونس ما عطاتهاش الفرصه باش تترشق وتظهر لانه حرب اخرى
فتحي زاد يحكي بمنطلق راهو باش انا نقرا راهو يقول فتحي هذاك علاش والعباد ترى فيه كانه سب هند وسب العباد تقراها كيرا اعطى رايه كممثل كبير. شوف انت مثلا انت ما تشرحلوش اجابته لطفي يقولوا ما تحللوش اجابته هو يجاوب معناه كلام واضح زاد باش نقعدوا نفسروا في كل اجابه. شوف متنيش كي تيح مع انسان كيما فتحي كي يحكي بالالغاز ومنشط كيفك مش فاهم حتى شيء من السينما واحد يلزم فما واحد في الوسط يفهم. لا ما انت تضيع في الجواب نتاعو ماكش قاعد تجاوب معناها تدخل في روحك انا نسال انتي في هو الجواب يجيني من خليني نكمل معاه خلينا نكمل معاه الحوار اختارنا نحكي لك بلغه منشط كيف انت قاعد تمنتي له في هند باش يصرف تمنتي له في محمد رمضان باش يصرف لك تمنتي له في هو الدره يا لطفي يا لطفي خويا تطلع لك يا لطفي يا لطفي ونحن نخرج يا لطفي في مع اصحابنا يا لطفي يا لطفي تراي تواضع قدام الكبار تو هذا استاذك المعلم نتاعك وتبدا صغير بجنبه تواضع ما تقولش عليه خلي جو جيو خلي جو منك لا شوف انا قلت حاجه انا نحب راي فني ما نحبش راي سب لا مانيش في السبان نحن فتحي ما تاخذش راي لا انا قلت كلام انا في البرنامج تاع برهان بسيس يتغشوا تغشوا حسوا لي هي نوع تغشوا انا حبيتك تحلل رايك وكهو عكس ما فهم لطف شوف هات ناخذوهم احنا البنات نعاودها بالوحده بالوحده هل يا لندرا سناكا سوس عملت خير من سيد الريمه؟ لا ما عملت به يا لندرا عائشه بن احمد عملت خير من خميس عشيه؟ انا ما نظنش بصراحه ما نظنش بصراحه ها هند صبري عملت خير انا يعني قلت لك هند صبري انا ما فهمتش درا زروق بون بروسيسوس رونفيرسي هند صبري تمشي معكوس ما نفهمش علاش انت صبري ما يظهرش الموهبه نتاعها في الاعمال التونسيه تظهر موهبتها في الاعمال المصريه سي ان بروسيسوس غريب يعني الباقي بون فريال ما عملتش خير من قمر سيد المحروس انا اسف يعني عملت خير من قمر سيد المحروس في الجراجه ما شفتش معناها مش فرجت ليش مش نحكم اذا ما شفتش يعني ما عملتش خاطر كان عملت انا شفنا سالته كان على البنات انت ساعه مش نسألوا على ظافر تجربة ظافر العابدين اللي هي تجربة زادة تجربة هائلة ظافر مجتهد نجاح كبير نقولوا ظافر مجتهد معناتها تعب وخدم في سوريا بدأ في سوريا راهو الناس ما تعرفش بدأ من الأول في سوريا تعب مجتهد ممثل مجتهدش معناش تقصد به مجتهد معناتها تعب على روحه معناتها يحاول كل مرة يفتح أفاق جديدة فما برشا عبارات نجم تقول ممثل كبير ممثل مجتهد ممثل مقبول مجتهد أقل من ممثل كبير لا لا ما ما ال ال الكلاسيفيكاسيون ما هيش مجتهد عموديه كي تقول العبد عليه مجتهد معناتها ما صنفتوش من الممثلين معناتها يخطئ ويصيب معناتها قاعد يحاول وهذا قاعد يحاول يشكر عليه لانه هو ما 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 ما, ما اكتفاش بحجيرات المخلى سيب ذوقك وبالسكسي اللي عنده بس شوي ما اكتفاش هو فقط يعني السكسي نتاعو ينجم هو يقول لك نعاود نفس الادوار وكذا وشيخ على روحي دون مون كونفور انما هو قاعد كل مره يحاول حتى انه الان قاعد يخرج في فيلم وهذا ممتاز لانه ما رقدش على العظيمات وقاعد يستهلك في الموضوع ديما عنده هاجس الهاجس هذايا مهم برشا بالنسبه للممثل وبالنسبه للفنان بصفه عامه حتى لا يركن في مكان ويولي ينشف الذبان وتفوتوا الاحداث هو قاعد يجتهد مانتنو انت تحب نقول عليه ممثل كبير ولا صغير اونوني با لا لا انت ذوقك صعيب برشا على خاطر انت فتحي الهداوي يعتبر توم هانكس ممثل عادي مش عادي مقبول مجتهد حتى توم هانكس تقول عليه مجتهد عادي بشويه اما فما ممثلين اخرين انت يسالني قول لي شكون اللي يعجبوك دنزل واشنطن يعجبك مثلا الايلندرا انا هكرا دنزل واشنطن اولا عنده روح كبيرة ياسر ثانيا شخصية مهمة شخصية فذة في التفكير متاعه وفي شنو يعطي كقيم للمجتمع الأمريكي يعجبني دونيرو يعجبني على رأسه من كل براندو يعجبني هاري دين ستانتون يعجبني دونالد ساترلاند فهم برشا ممثلين جهاب إذا كبار احنا اون بو با يعني كي تحط هذوما في الميزان ولطفي العبدلي توم ها بكل صراحه لطفي العبدلي في التمثيل لطفي عنده لطفي. اكبر عدد نتاع جوائز في تونس اكثر ممثل نال جوائز في برشا افلام اثبت روحه في السينما في الدراما وفي المسرح في السينما كانت له تجارب مميزه سواء في كل التراب بدينا مع بعضنا كل التراب
ثم بعد مع نوري بوزيت الى اخره. هذا وفي بعض الافلام اللي ما عرفوهمش التوانسه خاطر عمل الافلام حتى اجنبيه. لكن لطفي الحضور الطاغي نتاعو الانطباع العام عند المتفرجين انه وان مان شو. لذلك لازم يكثر من السينما ويكثر من المسلسلات ويكثر من الدراما حتى يتوازي. حتى المتفرج كيشوف يعرف اللطفي ما هوش فقط ستاند ابر يعمل ستاند اب ويعمل وان مان شو، انما كذلك عنده لاباليت كي اكزيست ديجا اللي هي موجوده فيه كممثل، مثل باللغات ومثل مع في اعمال تونسيه وغير تونسيه مش حتى عربيه، يعني افلام اجنبيه كنديه. باش تنصح لطفي العبد اللي انا قلت انا لطفي لازم يوسع الباليت، يرجع لما يرجع يوسع الباليت فيما يخص التمثيل السينمائي والتمثيل الدرامي التلفزي، وربما في المسرح، ربما الان يدخل في نوع نتاع مسرح جديد اللي هو مسرح مع شخصيات اخرى وممثلين اخرى، خاطر يولي هو بالصيف عليه حامل لمشروع عنده الاف ملايين الناس يتبعوا فيه، مضطر انه هو ديما يهز الجمهور معاه الى افاق جديده، الى ابعاد جديده، الى فضاءات جديده. شنو تعليقك سيد لطفي؟ هذه رؤيه فتحي. فهمتني؟ هو كيفاش يرى ممثل، كيفاش يرى المهنه، كيفاش يرى لطفي. كلامه فيه نوعا ما باهي، فيه احترام كبير لي انا ولمهنتي. خاطر مادام يحترم المهنه يحكي معايا، مش لطفي العبد اللي هو حكى على المهنه، ما حكاش عليا انا في الدنيا. انا نظرتي لمهنتي وما فيزيون دي شوز اللي ديفيرونت. انا للعلم عامل دراما اكثر من الضحك، سواء في السينما سواء في التلفزيون. انت وليت زاد تحب تربح فلوس من التمثيل؟ بيان سور حاب نربح فلوس، يعني من اهم الغايات نتاعك وليت. مش من اهم الغايات نتاعك، واحد يحسك تحب تلم فلوس، تحب تولي غني من التمثيل. اي مانيش نسرق فيهم الفلوس. بيان سور مانيش نسرق فيهم ولا نخطف ولا نخطف. اما فما فنانين ما يعطيوهاش الاولويه. ما يعملوش ما يعطيوهاش الاولويه. شمني فيهم؟ فلوس. شمني فيهم امورهم. مش هو غلط وانا غلط، فما حد غلط، فما اولويات. الفلوس تتطلب تنازلات زاد. تتطلب تنازلات. تنازلت برشا وعملت برشا وقت، نعم في الدونس كونتمبوران، نعم في التياتر اللي يحكي عليه، ونعم في السينما اللي ما يخلصوناش، ما عنديش حتى دور وعملتهم وخذيت بهم جوائز عالميه، واليوم كي نلقى ادوار باهيه في السينما تنعملهم. اخر دوري في السينما عملته ماليهش حتى عام. فيلم كسر الدنيا وخذينا به جوائز عالميه، وميور فيلم في الجي سي سي، وهند خذت به جائزه واحد، معناها ميم با ميم با لينا عام اللي عملت فيلم وموجود على نتفليكس، نوره تحلم، معناها موجود في السينما. ما عملتوش على الفلوس صحيح. موجود على السينما. وهذا ما عملناش على الفلوس لانه هو يعرف فيلم ما فيهش فلوس. اي نعم. فهمتني؟ الدراما انا في الـ في الـ في الـ هو قال لك تصويرت انا مضحك طاغيه، سي فري، لاني مضحك رقم واحد اليوم في تونس بالارقام. ديما يستناو منك الضحك. ديما استناو مني الضحك، ما يسالش، نحبها ياسر الحكايه، لاني انا نعتبر هو يعرف اليوم، وذايا الناس كل اللي مشى للضحك، الضحك اصعب برشا من الدراما. في الستركتور نتاعو، في خدمته، في الانتظارات تاع العباد، العباد اليوم تحاسبك اكثر على الضحكه كو على الدراما، يتفرج فيك الدراما ما تعجبوش يسكت يدور، يتفرج فيك الضحكه ما تعجبوش يسبك. اليوم الضحكه اصعب باش تلقاها. أنا اليوم كي ندخل مثل في دور درامي نلتزم بالنص وشوية يفهم منا، ونسيب روحي للمخرج، شوية روحي للموسيقى، شوية روحي للأمبيون جينيرال، كان لقيت ستركتور باهية تسمح لي، سيناريو دراماتورجي تسمح لي اللي أنا باش نعطي من داخل كان فيا. لكن اليوم في الضحك لا، واضح في الضحك يلزمني كي جوار يهبطي ماركي، واضح فهمني. دونك أنا في الضحك شعملت في التلفزة؟ عملت هابينيس، عملت بوليس وجاسوس، ما عملتش برشا حاجات. شوف لي حل شوية، شوف لي حل ما يتعمل. عملت بيرسوناج، عملت بوليميك ثنائي، ماهوش مع بيرسوناج ثانوي. بيرسوناج هذاك حضرته برشا معناها ولا سبونتاني؟ نو برشا ميدو بيرسوناج ميدو. انا خدمتي لليوم هاو يعرفني، حتى فتحي كيكا خدمنا مع بعض قبل الاكسيون نبداو نضحكوا. فما ممثلين يحضروا البيرسوناج باش يلبسوه، كل ممثل طبيعته، لانه نحن التحذير ماهوش نهارة الفيلم. اي مش سهل، ما كانش سهل دور ميدو. خلينا نكلمك التحذير عندنا نحن الممثلين يتقنوا مهنتهم، اللي عنده آلة نتاع ممثل، الممثل الحقيقي، تحذير مش نهارة البلاتو. يتقمص. ليه التحذير مش نهارة البلاتو؟ التحذير هو 30 سنة قبل ما تخلط تولي ممثل. في المسرح، في الأداء نتاعك، في تكوينك، في انضباطك، في 8 سوايع تعمل فيهم. فتحي عمل برشا مسرح وخدم وتعب وعمل، فهمتني؟ ايه. أنا خدمت برشا مسرح وخدمت برشا ولكن دونس. ولكن لطفي الدور هذاك معناها قصدي ماهوش ساهل أنك
عكس ما يتصوروا العباد، مش سهل انك تتقمص شخصيه ميدو. لا سهل بالصوت والواحد سهل. سهل ومش سهل. سهل كان انت فاهم مهنتك كممثل من اسهل ما فهم انك تتقمص. ما نتصورش فتحي عنده مشكله اليوم يجيوا يقولوا دور مخنث ودرا شنو، ولا ميدو كان عجبه الدور مكتوب مليح ما يعملوش. ما نتصورش كان ما عملوش وقال ليه انا تيقولوا عليه سيكو عنده مشكله مع المهنه مش فاهم. هو بيدو عامل كي لعبات انه في با لا ديفيرونس اونتر لا فيكسيون اي لا رياليتي. ترددت في قبوله الدور؟ ما ترددتش. وماكش نادم عليه؟ من اشب الادوار. ولا اللي يحب يسيئلك يجبد لك يسيئلك يجبد ميدو. يسيئل قاعد يعبر على مستواه، قاعد يعبر على قله فهمه للموضوع وقاعد يعبر على مثلا سذاجته وعلى على قديش بسيط. معناها تجي معناها تسب عبد تقول له يا ميدو خاطر عمل رول ميدو، كان زين فتحي عمل رول مجرم تقول له يا مجرم. تلمو انت اتقنته الدو؟ اتقنت بيان سور. هذيك ما انت وصلته بيان سور. هذيك مهنتنا، هذيك مهنتنا نوصل كيما كي عملت الاخوانجي في هابي في سيسمو في مع نوري بوزيد اتقنته. كيما عملت لو مالتي العباد سخلوني مالتي، وكيما عملت برشا ادوار اخرى اتقنتهم يزمني نتقن. فما ادوار اتقنتهم اقل من ادوار اخرى تصير للناس الكل. روبرت دينيرو عمل الافلام بعد ساعات على الحيط، مش هذيك المشكله. مي نحن اليوم من اون سيدونتيفي با نو رول لا ديستونساسيون لا ديستونس. هذيك قرايه من القرايات اللي لازم يتعلمها الممثل، لو دوور لو دودون. لاكتور يلفو كيل سوا لا ماريونيتي لو ماريونيتيست. ما يتخمرش ما يقدر ما يمهل. معناها انا عملت دور واحد بسيكوبات نولي بسيكوبات، نروح لولادي بسيكوبات في الدار كوبي، نروح نرجع لطفي نضحك ونلعب. هذا الممثل الحقيقي. الممثل الاخر اللي باش يبدا يقيس ويغيس مع الدور باش يقولوا عليا العباد ما يقولوش عليا العباد، برا مشي يخدم حاجه اخرى. صحيح برا مشي يخدم حاجه هكا ما نعرفش عليك. صحيح سي فتحي صحيح. انت كبيرنا دورار كلام دورارك سيدي. صحيح كلامنا ولا يا سيدي كلمني انت كبير نراك فتحي. اللي يقول فيه لطفي على انه تلمو الممثل يتقن الشخصيه تولي لاصقه فيه دليل نجاح. يعني يولي يوليو في الشارع يناديوا له الشخصيه ذيك، يوليو يحطوا في خيالهم انه هو هذاك موجود منه هذا هكا ولا مثلت ادوار من نوع ميدو انت؟ انا عملت داندي في نوبه. اي رضا داندي اللي هو يلزمها تحذير الشخصيه ذيك. تحذير شنو؟ تحذير استحضار مش تحذير. استحضار ايه استحضار مش تحذير. من اقوى الادوار اللي عمل. ما فهمهاش راهو من اقوى الادوار. ما فهمهاش استحضار بالرغم يقرا مليح بالعربيه. استحضار ما فهمهاش. فهم تحذير استحضار الارواح فما منه. نخرج فاصل اشهاري ثم نعود للجزء الثاني.